اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. من حوالي شهرين كان عندنا هنا لقاء مهم جدا، وكان عندنا اسئله كتيره يعني محتاجين نسالها مع ضيف مهم جدا، واسئله كمان بعد الحلقه. المشاهدين ما بطلوش اتصال بالبرنامج، ولكن الوقت داهمنا وما قدرناش نتكلم في كل حاجه مع دكتور حسام وافي. يومها بقى خدنا منه وعد على الهواء باننا هنكمل اللي بداناه، والنهارده الوعد اهو بيتنفذ، لان الوفاء بالوعود والالتزام بالكلمة مبدأ أساسي عند طبيب جبر الخواطر، العالم الكبير اللي بيدي كتير جدا من وقته وجهده عشان ينور الناس ويفهمهم بأسلوبه الخاص بأسلوبه السهل الممتنع أصل كل مشكلة صحية إزاي نعالجها. لما نتكلم عن طريقة شرح القامة العلمية الكبيرة دي بنتكلم عن السهل الممتنع، بكررها تاني، نصايح طبية مفيدة في كبسولات شافية، بساطة بس في نفس الوقت عمق، معاني واضحة ومعلومات دقيقة علميا، وجمهور متنوع فيهم ناس ملهاش أساسا أي علاقة بالطب، وفيهم كمان أطباء متخصصين. الأطباء دول ساعات لما بيسمعوه بيوصف حالة صحية بيحسوا كأنهم بيسمعوا عنها لأول مرة. القدرة دي على توصيل المعلومة لأكثر من مستوى في وقت واحد، يعني مستوى متخصص لدكاترة أو مستوى حد يعني من النخبة بيفهم وقاري، أو على مستوى رجل الشارع البسيط، دي قدرة مش عادية ومش جاية من فراغ، لأنها عبارة عن سبيكة نفيسة نادرة مصنوعة من المعارف العلمية الواسعة والخبرات العملية، غير الخبرات العلمية بقى، الخبرات العملية الطويلة والرؤية العميقة للحياة وللدين، وده اللي بيخلي كل كلمة بيقولها بتتوزن بالذهب. مش عايزين نضيع وقت وارغي كتير، خلينا ندخل في الموضوع على طول عشان نستفيد بسرعة بأكبر قدر ممكن من العالم والطبيب والإنسان الدكتور حسام وافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا يا إنجي، ألف شكر، ألف شكر على المقدمة الحلوة دي. ده أقل حاجة والله حضرتك تستحقها، حضرتك ليك مكانة كبيرة جدا في قلوبنا كلنا كمصريين. ألف شكر يا إنجي. أولا طمنا على صحتك، أنا عارفة انه كان في وعكه صحيه كده بس عدت الحمد لله. حضرتك بس بقى بس ما هياش كورونا يعني. عالجت نفسك؟ ما انا عارفه يوم ما جات لك كورونا انت علنت. انا هقول لحضرتك حاجه، ما فيش دكتور يعالج نفسه. عيب فعلا، دي عندنا عيبه كبيره، ولا يعالج ولاده يا سلام، ولا امه ولا ابوه خالص، لان العواطف هتبوظ له التشخيص. لا انا سلمت نفسي. أنا بقى يعني عندي فضول شديد أعرف مين ده الدكتور اللي دكتور حسام موافي سلم نفسه ليه؟ ده مين ده؟ أكبر أستاذ مسالك بولية في مصر. الدكتور مونجي عبد القادر. الدكتور مونجي عبد القادر، تحية كبيرة للدكتور مونجي عبد القادر. هو حد من تلاميذ حضرتك؟ هو يعني الفرق بيني وبينه 5-6 سنين، فما أقدرش أقول تلميذ يعني، بس هو قامة علمية كبيرة جدا يعني. بس هو اللي حصل بقى حاجة غريبة جدا يعني. كان معاد، انا عندي كان حصوه وقفلت الكلى، فمعاد العمليه الساعه 2 الظهر يوم الثلاث، الساعه 12 الظهر يوم الثلاث نزلت لوحدها. ده ربنا بقى، ما هو يعني حضرتك بتجبر بخاطر الناس، فلازم ربنا يجبر بخاطرك. عشان كده دايما كل عيان خارج من عندي وانا بديله الروشيت بقول له كلمه مهمه جدا، يا ريت، بقول له ده علاج. في فرق كبير بين العلاج والشفاء. أنا بكتب علاج لكن الشافي هو الله. فعلا الشافي هو الله، لا العلاج ولا الأدوية ولا الدكتور ولا الصيدلي ولا أي حاجة هتشفيك. الشافي هو الله. أنت أخدت بالأسباب ورحت للدكتور، وأنا أخدت بالأسباب وكتبت علاج، لكن فوقينا كلنا ربنا هو اللي هيشفي. العلاج ممكن يبقى بكلمة، حضرتك بتستقبل الناس كمان في بعض الحالات بصدر رحب وبتسمع لهم في بعض الحالات. بيبقى كلمة تجيب نتيجة، لكن في ناس عايزين شغل كتير جدا 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 يعني. أكيد الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. حضرتك وانت داخل قلت لي انا عايزه ابارك لكل الاذاعيين، حضرتك بتؤمن فعلا باهميه الكلمه واهميه الاعلام في تنوير الناس. ربنا على الاذاعه مش على التلفزيون يعني، من وانا بيبي وانا بسمع الراديو. كنت بتسمع مين؟ بتحب تسمع مين؟ اتنين، فهمي عمر الله يديله الصحه والعافيه، ابنه تلميذي بقى،
ابنه ده دكتور قامة إذاعية كبيرة، ده أول واحد أذاع خبر إسقاط تمثال ديليسيبس. يا ريت يا ريت. وأول من أدخل البرامج الرياضية يا ريت يكون سامعني دلوقتي شيخ الإذاعيين طبعا. لا ده أنا هقول له كان بيكلم الساعة كام؟ 7:05 كان الساعة 7 موجز الأنباء، 7:05 التعليق على مباراة الدوري العام يقدمه لكم فهمي عمر. ونقعد مشتاقين بقى، ما نعرفش، ما كنتش هروح المحلة أشوف الأهلي والمحلة، فبستنى النتيجة، ما حدش يعرفها لأن ما كانش بيتذاع على الهوا، فبنستنى فهمي عمر الساعة 7:05 عشان نسمع. ونمرة 2 طبعا الله يرحمها أمل فهمي. طبعا أمل فهمي وقفت معايا وأنا بعمل العناية المركزة في برنامج على الناصية، استضافتني 3 مرات ورا بعض، جالنا تبرعات خيالية من برنامج على الناصية رحمة الله عليها، كانت ست فاضلة وكانت مكافحة وكانت يعني أرجل من 100 رجل. إذاعية قديرة و جداً و جداً. وأنا أول لقاء واللدغة اللي فيها هي اللي شهرتها. أول حوار أعمله في حياتي وأنا لسه طالبة في كلية إعلام سنة أولى إعلام كان مع الإعلامية أمل فهمي. كانت رحمة طبعاً الله عليها. مدرسة كده مترقبة وغيرهم كتير جداً جداً. فؤاد المهندس كان كلمتين وبس في الراديو. أبلة فضيلة. لا الراديو هو قصة مدرسة تانية. يكفي إن عمل لنا محطة القرآن الكريم سنة 62. ما سمعتش غيرها من سنة 62. حضرتك متابع ليها حتى هذه اللحظة. لهذه اللحظة. وأصوات القراء المصريين كده حاجة يعني تحس جاية من السماء كده. لا 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 يعني الإذاعة المصرية دي حاجة كبيرة قوي 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 إن إحنا نتكلم عليها. بتحب يعني تسمع القرآن بتلاوة مين؟ المنشاوي. مش معنى المنشاوي؟ بيتكلم يعني يخش قلبي. طبعا الشيخ الحصري هو أستاذهم وهو أول من حول القرآن إلى قرآن مسموع. هو أول واحد. هو نزل في مكة، القرآن الكريم نزل في مكة عشان يتقري في مصر وقرئ في مصر. فالحصري طبعا أستاذ أساتذة كلهم، بس المنشاوي أنا بحبه جدا لأنه يخش القلب على طول. صوته كأنه بيعيط وهو بيقرا، فأنا بحب أسمعهم قوي يعني. طبعا الستة كويسين جدا هم بالترتيب كده، الشيخ الحصري وبعدين مصطفى اسماعيل وبعدين عبد الباسط وبعدين منشاوي وبعدين محمود علي البنا، بالترتيب بيتقالهم 5 بيقالهم. والاذاعه ما شاء الله من 62 ومنتظر. اي نعم انا ليا لوم لهم، ليا لوم عليهم. إيه اللوم؟ لان القران المرتل تقلص تقلص، البرامج بقت اكتر، البرامج اكتر. احنا محتاجين نسمع قران اكتر. اسف دي محطة القرآن الكريم، عايزين برامج قوي قوي اعملوا محطة تانية. اعمل محطة تانية وسيبني. هتقولي ما تسمع في كاسيت؟ لا أنا عايز أسمع في الراديو. السمع في الراديو ليه مذاق خاص خالص. وأنت في العربية مسافرة 3 ساعات، هو رفيق السفر زي ما أنا قلت. أي نعم برامج مفيدة وكويسة، بس القرآن المرتل تقلص. يعني حضرتك ممكن يقول لك الساعة مثلا 12 إلا ربع، الفقرة الجاية من القرآن المرتل الساعة 4:30. لا فترة طويلة. والبرامج كويسة. نمرة 2 لا يجب إطلاقا إطلاقا إن محطة القرآن الكريم تعمل إعلانات. لا يجب. ما هو برضو الـ 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 أي مادة إعلامية بتقدمها محتاجة فلوس علشان يتم إنتاجها. صندوق تحيا مصر. صندوق تحيا مصر يدي محطة القرآن، إنما ما تعملش إعلانات. ما عودش أنا من 9 لـ9:30 حتى لو إعلانات متخصصة يعني ليها علاقة بطبيعة الإذاعة. كلها تبرعات. تبرعوا لكذا وتبرعوا لكذا واليتيم كذا والبتاع، وقال رسول الله إن أنا واليتيم أنا وكف اليتيم كهتين، بنسمعها 50 مرة وخلاص عرفناها. ما تاخدش دقيقة مني. أنا عندي وقت قد إيه أسمع قرآن؟ بس العمر قد ايه يا انجي؟ العمر قد ايه عشان اضيعه في سماع اعلانات؟ يعني الدقيقه تفرق معايا. دور اجتماعي برضو ان هم يعني الدقيقه تفرق معايا. عايز اقعد اسمع قران، اسمع قران. محدش يقاطعني فيه. ده اللوم اللي بلومه على محطه القران الكريم، وقلت قبل كده في الاهرام. كتبت قلت لهم يا اخوانا مش انتوا اللي تعملوا اعلانات، سيبوا الاعلانات دي لناس ثانيه. وبعدين اي واحد عايزين الفلوس صندوق تحيا مصر ديهم اللي هم عايزين، هم بيجيبوا كم الاعلانات ولا حاجه، والله العظيم ولا حاجه. لان هي انا عارف الهم هم ونفس الحكايه. لا
معلش انا اسف. لا 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 لا، ده راي حضرتك وراي حضرتك يحترم. ال- 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 القران الكريم حتى لما بتسمعه بتحس انه كده فيه راحه للقلب، بتحس انه كانه علاج للقلب. هل القران الكريم يربط بساعه؟ لا طبعا. ولا يربط بصوره؟ ده حضرتك بتبقي خلاص عايزه تكملي بس 11 ونص جت خلاص. الفقره دي خلصت. لا خلصت تكملي الصوره، تكملي المعنى. هو مش باصص خالص، هو بيبص لساعه اقطع عشان عنده برنامج كذا. لا لا خالص، انا متاسف. طيب خلينا ندخل في عوالم الطب بقى، والحقيقه عندي اسئله كثيره مش عارفه هبدا من ايه ولا ايه، ولكن سريعا كده عايزه ابدا ببعض المتفرقات، وبعدين في الاخر عايزه اتكلم كثير قوي عن الغذاء وعن القلب. بس بدايه كده التدخين. التدخين، التدخين اتكلمنا كثير عنه، وحتى على علب السجاير مكتوب عليها انها تسبب الوفاة. الوفاة والناس بتدخن، ايه الحل؟ هجاوبك يا انجي اجابه علميه سليمه. لما انا اقول التدخين بيعمل سرطان وبيموت وبيعمل قلب ابقى بهرج. في من اكتر من مليارات بيدخنوا، هل كل دول ما عندهمش عقل؟ لا، عشان ابتدي الكلام صح اقول له ميزه التدخين ايه. انت بتدخن ليه؟ ما هو مش معقول بيدخن بيطلع توتر. هقول لك ميزه التدخين ثم اقول له اضراره، حط ده قصاد ده. طب الميزه دي انا هديها لك بحاجه تانية غير التدخين، بدواء. احسن دواء طلع ضد الاسترس النيكوتين. مفيش زيه. طب اخد نيكوتين ازاي من غير ما ادخن؟ ما انا بقول لك دي الميزه بقى. يبقى ده بيست انتي ستريس، احسن حاجه ضد الاسترس سيجار. وفي ميزه اكبر كمان انه شورت اكتنج، يعني بيشتغل وقت قليل سريع. لما اخد الاثر سريع، 3 4 ساعات ارتحت، لسه متوتر اخد سيجاره تانية. فالنيكوتين هو احسن دواء طلع الاسترس، ولذلك اللي بيشربوا دول مش 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 ما عندهمش عقل، لا عندهم عقل كويس جدا. ولكن حط قصاد بقى الاسترس ده اللي ضيعهولك التدخين المصايب اللي جايه دي كلها. ايه مشكله المدخن؟ حاجتين، حاجتين. نمره واحد، هو مش عارف بيدخن ليه. نمره اتنين، هو مش عارف يبطل ليه. دي المشكله الثانيه المهمه جدا، هو مش عارف ويبطل ازاي. برافو عليك. ومش عارف ليه. زمان كان هناك تعريف للإدمان. ما هو تعريف الإدمان زمان؟ هو أنا باخد مادة لو بطلت أخدها موت. يبقى ما هو الإدمان؟ هو أن أنا بتعاطى مادة لو بطلتها يحصل لي حاجة اسمها أعراض انسحابية وموت. اتغير التعريف، اتغير. قالوا لا، هو أنا لازم أستنى لما يموت. اي ماده في الدنيا يا انجي، اي ماده في الدنيا تعمل مستوى في الدم، يعني خد لك عينه لاقي لها مستوى في الدم بقيتي مدمنه. حاجه انا معتمد عليها خلاص. انها موجوده ضمن يوم، ضمن جزء من مكونات جسمي. خدت عينه دم، قيس لي الترامادول يقول لي 4 مللي، قيس لي كذا 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 يقول لي فبالتالي دخل التدخين في الإدمان، لأن النيكوتين له مستوى في الدم. يعني أقول له قيس النيكوتين في الدم يقول لي 7. من قد إيه؟ لو قد إيه؟ من زيرو. هو المفروض زيرو. مش مدخن. فعمل مستوى. يبقى التدخين دخل في تعريف الإدمان، أصبح المدخن مدمن، عشان كده مش قادر يبطل. مش قادر يبطل لأنه ما هوش قهوة وشاي. القهوة وشاي تعود. مش هديك فنجان القهوة الصبح هتتعكنني. لكن مش هجرالك حاجة، ده هيبقى متوتر جدا لو بطل تدخين. فعشان كده لازم كل مدخن يفهم انه مدمن. طب حتى اللي بيدخنوا اللي هي السجاير اللي هي جديدة، الجديدة دي بتحط في جهاز ويشربها من خلالها وكده؟ هقول لك بس هقول لك كلام كويس جدا جدا عايز كل واحد يسمعه. احنا عرفنا ان السجاير العادية بتعمل سرطان بعد ما السجاير ابتدوا الناس تشربها ب 80 سنة. احنا ما نعرفش دي بتعمل ايه.
ده لسه بقى لها سنتين ثلاثة ما نعرفش بتعمل ايه. لما نعرف بتعمل ايه هنمنع الناس منها. المدخن يبطل تدخين. انا جربت جميع السبل عندي في شغلي في العيادة كيف يدخن يبطل، ما لقيتش غير يمين المصحف. والله العظيم بتجيب مصحف تحلفه عليه. عندي أربعة. عندي أربعة على المكتب. اقول له خد احلف تشرب تاني. في طبعا بيزرق. اللي نفذ يجي لي بعد شهر يقول لي انا بدعي لك. انا بدعي. اعرف حد مريض قلب عمل عمليه قلب مفتوح وهو في 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 الاوضه في المستشفى بيدخن بعد ما عمل العمليه. لما مؤاخذه يعني من غير ما حد يزعل ده فاجر. يعني انا شفت ده اللي هو قلب مفتوح وبيدخن. احنا عندنا حاجه اسمها شريان تاجي. شريان التاجي ده بيصاب لكن مش اي حد، في عوامل خطوره تخليني قابل لشريان التاجي انه يصاب. الاول الاسره، لو انا من اسره سيئه السمعه في القلب اخاف على نفسي. ابويا مات فجاه، امي عملت قلب مفتوح، اخويا مركب دعامات، خلي بالك يبقى اسره سيئه السمعه قلبا طبعا. اتنين اللي عنده سكر، اللي عنده سكر العرضه للشريان التاجي اكتر من اللي ما عندوش. ثلاثة اللي كوليستروله عالي، اللي كوليستروله عالي عرضة للشريان التاجي أكتر من واحد تاني. أربعة التدخين والضغط العالي. دول خمس عوامل خطورة خلي بالك منها. تلاقي واحد عنده سكر فهو عرضة، وعنده ضغط فهو عرضة، وعنده كوليسترول فهو عرضة، وبيدخن. وبيدخن. أقول له مش كفاية التلاتة دول وتحط عليهم عامل خطورة تاني؟ مش حرام عليك؟ لا. وجايز أسرة سيئة السمعة في القلب. فده أنا يعني بحذر كل واحد من التدخين. حسأل كل مدخن، لو أنت رايح تشتري سمنة من سوبر ماركت لقيت مكتوب على العلبة هذا السمن مسمم، تشتريها؟ لا طبعا. ثم العلبة مكتوب عليك. بمناسبة السمنة، كان من كام يوم كده جه قدامي في بعض الأحاديث، هل مريض السكر ينفع يأكل سمنة بلدي؟ دي قضية أثيرت في مصر غالبا لأثاروها تجار السمن البلدي غالبا عشان اتقطع عيشهم. بس لو سمنة بلدي ومعمولة في البيت يقدر مريض السكر يأكلها؟ خلص خلص ممنوع برضه خلص. الكوليسترول عايزة تاخدي غذاء بدون كوليسترول، كل ما خرج من الأرض صحي، كل ما مشي على الأرض غير صحي. يعني النباتي بس. يعني الوحيد اللي مشي على الأرض وغير صحي السمك. إنما السمنة البلدي جاي منين؟ من جاموسة. مشيت ولا طلعت من الأرض؟ مشيت، تبقى خطر. بينما الزيوت كلها كويسة، زيت الذرة، زيت الزيتون، دي حاجات صحية. كل ما خرج من الأرض صحي، كل ما مشي على الأرض غير صحي. لأنه في بعض يعني الدراسات بتقول لأ، إن السمنة دي وخصوصا السمنة البلدي المصري اللي معمولة صح يعني اللي مش مغشوشة، بالعكس ربما تكون أفضل من الزيوت. يعني مين اللي عمل الدراسة دي؟ يمكن بتوع السمنة. مش هم بتوع السمنة اللي عاملين؟ لا معروف ان دي فيها كوليسترول لكن الزيوت خالية من الكوليسترول. لماذا؟ النبات ما يعرفش يعمل كوليسترول. بس المهم يبقى زيت حقيقي بقى برضو، مش زيوت طبعا اللي هي برضو بتوع اللي مش عارف ايه بيعملوها. زيت حقيقي طبعا. لانه دي مشكلة برضو تانية بالظبط، لانه بتحصل كده كتير. طيب المسكنات، انا حابة اتوقف سريعا عند المسكنات لأن ناس كتير بيستخدمها. في ناس بمنتهى السهولة كده اي شوية ألم في اي حاجة في اي حتة، علبة المسكن اللي هي 100 حباية دي موجودة جنب السرير على طول زي السمن البلدي بالظبط. بيقوم ايه بلع 2-3 أربعة. هقول لك رقم يا إنجي كل واحد يسمعه كويس جدا. هقول لك رقم مفزع. كل 100 بيغسلوا كلى في مصر 50 من المسكنات. كل 100 بيغسلوا كلى في مصر، بيغسلوا نصهم من المسكنات. أدوية. طب نعمل ايه اللي عنده احساس بالالم ده؟ الله ينور عليك. الله ينور. ما الالم ده صعب برضه. الله ينور عليك. السؤال ده جميل جدا. انا كنت بحج خارجة ثالثة طب، حضرتك قلت المرة اللي فاتت انت خارجة ثالثة طب. انا كنت بحج
وتعبت شويه. الف سلامه. زوري حرقني وكده. فدخلت الصيدليه، الصيدلي شافني خدني بالحضن. انت الدكتور حسام موافق؟ قلت له. قال لي ده انا متابعك في التلفزيون، ده انا اتعلمت منك، ده انت فظيع، انت الشنيع، الكلام الكبير ده. قلت له متشكر جدا، بس انا عايز مضاد حيوي. قال لي معاك روشته؟ قلت له لا. رفض يبيع لي. وحضرتك دكتور؟ ده عارفني كويس جدا. قال لي متاسف. اقسم بالله العظيم رفعت له القبعه. يا ريت نوصل في مصر ليوم ممنوع دواء. هو جاب الدواء ده ازاي؟ ما راحش اشتراه كانه في سوبر ماركت. كانه في سوبر ماركت. دلوقتي بنطلبه دليفري واحنا في البيت. ودليفري. فين الروشتة؟ طيب هتقولي طب وانت عملت ايه؟ عملت له وظائف كلى. ابسط حاجه، انت ما ينفعش تاخد الدواء ده. ازاي الناس بتاخد دواء من غير روشتة؟ من غير ما الدكتور يشوفه؟ ازاي؟ البلد الوحيده. انا طبيب نفسي بيقول لك انا طبيب نفسي. لا انا عارف. لا لا، طبيب نفسه ما يزعلش بعد كده. ما يزعلش لما يجي له مشكله، ما دام طبيب نفسك عالج نفسك بقى. اما المشكله تيجي، مش لما المصيبه تحصل تلجا الى الاطباء. طب اعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي احساس بالالم. وزير الصحه يطلع قرار ما فيش دواء يتصرف بدون روشته، والصيدليه اللي تعمل كده تقفل. طب اعمل ايه انا دلوقتي كمواطن؟ تروح للمواطن. انا انا تروح لدكتور. انا عندي صداع. ولو انا ايدي بتوجعني. كويس. انا رجلي بتوجعني. هجاوبك اهو. فعاوزه مسكن علشان اقدر اروح الشغل. هناك فرق كبير جدا. تاني. فرق كبير جدا. قولي ورايا. هناك فرق كبير جدا يا جماعه، خدوا بالكم. بين الاعراض والامراض. فهمت. انا بتعالج عرض. طب انا مصدع، خدت دواء للصداع وضغطي عالي. طب انا مصدع وخدت دواء للصداع وعندي ورم في المخ، اي حاجه. اوعى دكتور يا اخوانا اللي سامعيني يعالج عرض. لا، عندي اسهال. عندنا 16 سبب للاسهال. يعني ظهور الالم ده، ما اخدش بقى دواين للاسهال عشان اوقف الاسهال، لانه ده معناه العرض ده معناه انه في حاجه، انه ده حاجه ايجابيه بتقول لي. وقد لكون حاجه تافهه جدا. يعني واحد مصدع اقول له حالتك النفسيه وحشه، وواحد اقول له لا روح للجراح عندك ورم في المخ. بص يا حضرتك الفرق قد ايه. يا اخوانا الناس بقت دلوقتي كلها دكاتره، بقت كارثه. ان كل واحد انت دكتور. افهم، وانا مع شعبنه الطب. انا مع هذه القاعده جدا، ان كل واحد يبقى فاهم كل حاجه، لكن اوعى تعالج نفسك. انا فاهم علشان بس يعني ايه، عشان اعيش. لكن لو في مشكله انا بروح للدكتور. والالم والعارض ده ممكن يبقى حاجه ايجابيه، لانه بيقول لي بيديني اشاره ان في حاجه مصيبة. غلط. بدل ما تبقى في حاجات بتبقى بيقول لك القاتل الصامت، وجع في صدرك. هتعمل له ايه ده بقى؟ يقول لك اصل ده المريء مش عارف يشرفك، ما يمكن ذبحه صدريه. لازم تروح لدكتور، واحنا اتعلمنا عشان نخدمكم. احنا كل العلم اللي اتعلمناه عشان اخدم مواطن تعبان، فهو ما يجيبنيش على جنب ويتعامل مع الصيدلية على انها سوبر ماركت. اديني وبعدين ده يقول له لا ده في احسن، ده في لا في واحد صيدلي هيقول له لا في بقى دواء احسن للموضوع ده خده. بمناسبة الصيادلة على فكرة يعني هيقفوا معايا. والله بس هيقل البيع عندهم. صيدلة مصر الناس في منتهى الأمانة. ما أنا عارفة طبعا. بس هيقل البيع. السيستم كده. النظام ماشي كده، فهو هيقوح النظام. ليه؟ بالتليفون. ابعت لي هو دليفري دلوقتي الدواء. ده دواء سرطان. ببعته بالتليفون، دواء سرطان. مش عارفك، مش يمكن نطقته غلط. مش يمكن فهمت غلط الدواء. احنا بنفترض ان العيان فاهم، لكن لازم يتمشى. بس حتى السوبر ماركتس، مش بس في هنا في مصر، السوبر ماركتس في كل حته في العالم فيها مسكنات بتبيع في السوبر معينه. اللي هي ما تضرش الكلى. في حاجات معينه اون ديسك اسمها. حضرتك تشتريها من غير روشته او اون شيلف، فده مش مشكله. لكن احنا عندنا كل اون شيلف. احنا كل حاجه حتى المضاد الحيوي. بمناسبه القاتل الصامت، الفتره الاخيره سمعنا عن موضوع الغاز وسخانات الغاز، وناس ممكن تبقى قاعده في بيتها تموت وهي قاعده، وان الغاز ده بيطلع اول اكسيد الكربون، فيبقى يشموه فيتخدروا ويموتوا من غير ما يحسوا، عشان مش عارفين يتحركوا. لا، نوضح النقطه دي لانها مفهومه خطا. يعني الغاز اللي احنا بنستخدمه في البوتاجاز الاصل ملوش ريحه. بس ما فيش انبوبه بتتباع ولا غاز جاي لي الا بريحه.
فده هتكتشفه بسرعة جدا. هشم ريحة الغاز. الكارثة في اللي يولع منقد في أوضته. يعني إيه منقد؟ منقد اللي هو بيتدفى بيه. انت يظهر سنك صغير. تعرفش يعني ايه منقد بتاع جدي ده. بيدفي، بيقولوا لي الراكيه كمان زمان، الراكيه اللي هو يدفي الاوضه. ده يطلع اول اكسيد الكربون، ملوش ريحه. ده يموت بلا ريحه. ما يعني اول اكسيد الكربون قاتل، فبيخش يحل محل الاكسجين بس وخلاص. فما نحسش. حياتي. ما نحسش. فحكايه الغاز دي الناس تعمل ايه؟ لانه حضرتك اكيد تابعت الحوادث. ممنوع اطلاقا واحد يولع نار في بيته. ممنوع بتاتا. واللي هي سخانات الغاز دي ممنوع. سخانات الغاز دي لا، الغاز ماشي. بس السخان العادي اللي هو بنعمله ونولع فيه ده ممنوع خالص. بس سخانات الغاز في الحمامات عملت مشاكل الفتره الاخيره. ما هي طبعا عشان اكتر من اسره أكسجين وحوادث. هيقل الاكسجين هتبقى مشكله. خلينا كده كويسين نستحمل شويه البرد يعني. ما خلاص قربنا نخلص البرد يعني. خمس ايام. بالظبط، ونعديها بقى مش كده؟ ان شاء الله. بمناسبه السمنه برضو، يعني زمالي بيقولوا التليفونات شغاله في الكنترول، ناس بتسال طب الناس اللي ما عندهاش سكر تاكل سمنه بلدي عادي؟ العادي ياكل، بس احنا بنحذر من طريقه الاكل. عندنا مرض خطير جدا جدا، الناس فاهمة انه ظاهرة. يعني اقول واحد طويل واحد قصير، واحد تخين واحد رفيع. ففاكر تخين ده واحد عادي. ده مرض. ده مرض خطير جدا. السمنة ده مرض خطير جدا. جدا، ده عايز حلقة لوحده. من وزن قد ايه او من مقياس قد ايه؟ انا عارفة بكتلة الجسم بتتقاس. نقول ان ده هنا في سمنة وهنا في معامل خطورة. كل واحد سمعني كويس جدا 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 يجيب ورقة وقلم ويحط البسط وزنه. البسط هي معادلة، بسط ومقام. البسط وزنه. انا البسط ده اللي فوق. البسط اللي فوق. المقام ده اللي تحت. اللي تحت. انا وزني 70 كيلو. يبقى البسط 70. طب انا طولي 180 سنتي. انا هحسب بقى هو مع حضرتك عشان اشوف. يبقى المقام 1.8 في 1.8. بمعنى كتلة الجسم هي البسط الوزن، والمقام الطول بالمتر. الطول بالمتر. مش بالسنتي. مضروبا في نفسه. يعني انا بالمتر 1.8. يبقى 1.8 في 1.8، والبسط 70. لازم كتلة الجسم تبقى حول 25. لازم 30 اوفر ويت، يعني وزن زياده. 32 33 تخين. فوق 45 سمنه قاتله. فوق يعني عايزه جراحه. للدرجه دي. 45 يعني يا اما تكميم يا اما تحويل مسار، لازم نتصرف. لانه 45. حضرتك قلت ممكن اللي عايز ينزل وزنه يقدر يخسر 4 كيلو كل أسبوع. الكلام اللي حضرتك قلته ده عمل ضجة كبيرة جدا ما بين الناس وما بين دكاترة الرجيم، لأنه رجيم سحري بيقول ده. طب إزاي يعني؟ إزاي أقدر أنزل 4 كيلو في أسبوع؟ لو هو إرادته قوية. إزاي بقى؟ هناخد سعرات حرارية محددة. أولاً مش عايز اقول لك ان عدد كبير جدا من شغله في الرجيم خارجين زراعه. والله العظيم. لو بيتكلموا في الطب بالراحه جدا يعني. او ما معهوش شهادات او كده. فالناس ناخد بالنا جدا من يعني ايه دكتور رجيم. ما فيش حاجه اسمها كده. الرجيم جزء من امراض بطنة اللي احنا اتعلمناه. سعرات حراريه. انت بتاخد سعرات حراريه عاليه جدا جدا. لو خدت اقل من 1000 سعر حراري هتنزل بسرعه جدا. طبعا هي العادي انه كيلو في الاسبوع، يعني 4 في الشهر. مش 4 في الاسبوع، 4 في الشهر. 4 في الشهر ده العادي. ده العادي. بس احنا نقدر ننزل. ممكن يبقى اشد من كده. ايه بقى اللي هو 600 بقى 600 سعر حراري في اليوم وكلام. 600 يقع. محدش يقدر يعني. اقل حاجه 1000 سعر حراري. مقسمه على 5 وجبات. خمس وجبات. امال الصيام المتقطع ده انا يعني ضده؟ مش معترف بيه خالص يعني. 5 وجبات في حدود 1000 يعني. أنا هقول الأكل للي بيصلي. اللي ما بيصليش يظبط نفسه. خمس مرات. وانت بتصلي الفجر خد ربع رغيف جبنة بيضة بالطماطم وكوباية شاي باللبن من غير سكر. وانت بتصلي الظهر خد تفاحة وموزة. وانت بتصلي العصر خد سندوتش لحمة ربع رغيف أو فراخ أو سمك بروتين حيوي. وانت بتصلي المغرب الهوت ميل رز وخضار من غير لحوم.
وانت بتصلي العشاء زبادي بمعلقه عسل نحل، دول 1000 سعر حراري هتنزل بسرعه جدا. بس هو الرجيم ماده جميله جدا للحديث، مش بس الحديث مش للتنفيذ، بيكسبوا منه كتير قوي. مش للتنفيذ، يعني انا هبدا دايت من النهارده، انا هبدا كلام، ويعني هبدا خلاص من بكره، اصل في النهارده. انصح نصيحه حلوه جدا 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 لكل من هو وزنه زياده شويه. الرسول عليه الصلاه والسلام جاله امر بالحج، فبينفذ مناسك الحج كلها طبعا بامر من جبريل. فوقف على عرفه لحد المغرب، المغرب بدا ما صلاش المغرب في عرفه، نزل مزدلفه، صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وجمع الحصى ونام، وصحي صلى الفجر ونزل على منى، رام جام ابليس وطلع الكعبه، عمل طواف الافاضه وطلع السعي ووقف. وقف، فالصحابه حواليه متعجبين جدا. وبعدين قال الحديث صحيح، قال سابدا بما بدا به الله. هو ربنا بيقول ان الصفا والمروه، فهو ابتدى بالصفا. ان هو كان محتار لما وقف، ابتدي بالصفا ولا بالمروه؟ وبعدين قال الكلمه المعروفه، سابدا بما بدا به الله. وبدا بالصفا. فاكلنا يا اخوانا بالفاكهه، ابدا بما بدا به الله. وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني اكل مثلا الفاكهه الاول، برتقانايه مثلا قبل الاكل، للي مش هيعمل الرجيم اللي انا قلت عليه. انت بتتغدى، خد فاكهه الاول واقعد ربع ساعه. هتاكل من غير نفس. مشكلتنا ان احنا بنشبع بالامتلاء وليس بالامتصاص. نقعد ناكل 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 لحد ما معدتي تبقى قد كده اقول لك انا شبعت. لا، انت امتلأت، لازم تاكل وتصبر تلت ساعه يا انجي. لو بتتغدي وجالك تليفون في نص الغدا، خلاص بشبع، التليفون قعد تلت ساعه بشبع خلاص. اعمله كده، اعمله كده، ما تاكلش ما تاكلش على طول كده، صغر المعلقه اللي بتاكل بيها، املى بقك حاجه بسيطه ما تملاهوش كتير، وصغر طبقك. استوب في وقت معين، كلم حد، اعمل اي حاجه. مريض السرطان، لو حد عنده مثلا اشتباه في سرطان او لسه حاجه لسه في البدايات او كده، هل ممكن بالغذاء وطريقه الغذاء ممكن فعلا يمشي؟ نيفر نيفر نيفر. اوعى حد يسمع الكلام ده. سرطان على دكتور الاورام في الحال. في الحال، لان كل يوم يعدي بيبوظ الدنيا. كل يوم يعدي. لا، السرطان ده قصه تانيه خالص خالص. يعني الغذاء يكون ايه لهذا الغذاء المريض؟ اللي احنا بنخاف منه الحاجات الكيماويه اللي ملهاش لازمه، يعني واحد بيتعرض لريحه كيماويات، يعني زي المواد اللي بتموت الدبان والصراصير دي، كترها يقال على فكره. سبب السرطان غير معروف وكلها نظريات. هل هو وراثي؟ الله يعلم. هل هو من الاكل؟ الله يعلم. هل هو الاكل المجمد زي ما بعض النظريات قالت؟ الله يعلم. فبما ان النظريات عديده، يبقى ولا واحده منهم صح، لانك لو واحده صح تلغي كل النظريات. طب يعني ما في ده معناه انه ما دام احنا مش عارفين السبب مش هنعرف نمنعه من الاول؟ طبعا، والا كانت خلصت القصه. هو كان واحد بيسالني بيقول لي هو السرطان زاد، قال لي ده انا دلوقتي ما بسمعش واحد عنده انفلونزا كله سرطان سرطان كده. قلت له لا، ما زادش اطلاقا، طرق تشخيصه اتقدمت. بقينا نعرف. زمان واحد بطنه وجعته قعد شهرين ثلاثه ومات، ما نعرفش عنده ايه. دلوقتي طرق التشخيص، المناظير، الاشعه المقطعيه، دلائل الاورام، ده تقدم هايل. ده في ناس بتعمل تشيك للي من اسره فيها سرطان، بيعمل تشيك على نفسه، يقول لي اعمل لي كذا 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 عشان اطمن. كل ست شهور ولا حاجه نطمن؟ كل سنه. طيب ده بالنسبه لمريض السرطان. مريض السكر مع الغذاء بيتحسن مع الغذاء بطريقه سليمه؟ عندنا نوعين من السكر يعني بعاد جدا عن بعض، كانهم مرضين مختلفين. وفي النص في نوع مش هتكلم عنه لانه ايه، ارزل شويه. في النوع اللي هو المعتمد على الانسولين اللي هو تايب 1. تايب 1 ده اللي هو النوع الاول، ده معتمد على الانسولين، ده ما كانش ياكل اكل مظبوط جدا يجي له اسيتون، فده خطير جدا. يعني ايه يجي له اسيتون؟ احد مضاعفات السكر السخيفه قوي اللي ممكن تجيب غيبوبه ويدخله المستشفى. ما هو النوع الاول؟ في حاجه اسمها انسولين،
الانسولين هو الماده او الهرمون المسؤول على التمثيل الغذائي للجلوكوز، هو اللي بيدخله جوه الخليه. خلاص ما عندوش انسولين. هذا النوع الاول مرض مناعي. هذا النوع الاول مرض مناعي، الجهاز المناعي حارب البنكرياس. افتكروا غريب. افتكروا غريب، انا جايب حرس يحرسني عشان يحميني اللي هو الجهاز المناعي، راح ضربني يبقى جنن. لما الحرس بتاعي يضربني، هو عمل كده، اعتقد ان الخلايا بتاعت الانسولين دي خلايا غريبه وراح اضربها ومهاجمها. فده النوع الاول. النوع الثاني الانسولين موجود، موجود بس انا مش شايفه، انا كجسم مش شايفه، فكانه مش موجود. فعشان كده علاج النوع الثاني اسهل شوي. النوع الاول انسولين، امتى؟ مدى الحياه، هيفضل ياخد انسولين مدى الحياه. ده النوع الاول. نظام الغذاء مهم جدا، لان لو قلل الاكل وعمل نفسه جدع ممكن يجيله اسيتون او نقص في السكر. الكبار مفيش خوف قوي، لان حتى المضاعفات بطيئه. يعني مش السرعه دي. في نوع في النص اسمه لادة، لا هو كده ولا هو كده، بس ايه هنخليه ده. بس الغذاء يعني لو انا سعرات حراريه، اقلل السعرات الحراريه ولا لا؟ مش هقلل، هديك سعرات حراريه على قدك. يعني حوزنه واشوف طوله واشوف كتله جسمه واشوف سكره كام والتراكمي كام واديله على قده. مش كل واحد، مفيش واحد سكر زي التاني خالص. طيب حضرتك اتكلمت مره وقلت ان مضغ الاكل ممكن يفرق. طبعا. يعني احنا مثلا نكون كلنا قاعدين بنفس حالتنا الصحيه، يعني تقريبا ما فيش حد زي تاني بالظبط في حالته الصحيه، ولكن كلنا تمام، ما عندناش مثلا امراض مزمنه، ما عندناش مشاكل، وكنا قاعدين كلنا نفس الاكل، ممكن واحد يتعب واحد ما يتعبش. هل فعلا المضغ بيعمل انتفاخ وبيعمل مشاكل؟ المضغ مهم جدا 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 جدا. هقول كلمه خلي كل واحد سامعني يحفظها كويس قوي. الهضم يبدا في الفم. بعكس الناس ما يفهم، لما الاكل ينزل يتهضم، ده بيتهضم في بقك. الهضم يبدا في الفم، فسيب الاكل شويه في بقك. انا بقول لواحده تذوقه، يعني بقول لواحده عندي عيانه، انت بتاكلي بسرعه؟ قالت لي لا، انا يعني طب قول لي الرز بالملوخيه يتمضغ ازاي؟ يتزلط. في حاجات بتتزلط، الكوارع، الرز بالملوخيه، الحاجات دي. احنا كشعب مصري لا نؤمن بان الاكل يقعد مده في بقنا. انا كنت في فرنسا واستاذي عزمني على العشاء، ودي نادرا انها تحصل يعني. فانا مصري، في خمس دقايق كنت مخلص الاكل. هو كان في ثلاث اربع ساعه. ثلاث اربع ساعه قاعد ياخد فنجان شوربه، معلقه شوربه واحده واحده، ويتكلم ثلاث اربع خمس دقايق ومعلقه ويتكلم. افتكرت حديث الرسول عليه الصلاه والسلام، قال تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. كلموا، ده انا جبت السيف ده ب 15 جنيه، لا ده ضحك عليك، ده انا جايبه ب 12، هتقلل اكلك. انا اقول لك لا كلام على طعام. لا مين قال كده؟ عشان نركز ونظلط. ده الرسول قال كده، تحدثوا على الطعام ولو بسعر السلاح. يعني اتكلموا. اتكلموا في اي حاجه. بس الناس اللي بتتكلم مش ممكن تبلع هوا ويبقى في برضه مشاكل؟ ممكن جدا يبلع هوا، لو كل على مهله عمره ما يبلع هوا. بلع الهوا اولا عايز شرطين، اني باكل بسرعه ما بمدخش، وعصبي. العصبي هو اللي يبلع هوا كتير جدا. او في عاده اسوأ الف مره، المياه الغازيه، تلاقي بياكل ومياه غازيه بتعمل كده، بيبلع يعني بياكل لقمه بيبلع بالمياه الغازيه. بس دي حاجه في ناس متعوده على كده. المدخن عنده كميه غاز في معدته قد كده. عشان كده المدخن لما يبطل تدخين يدخن على طول. لان كميه الغاز بتختفي اللي كانت في المعده، زي ما انا احط بالونه في معدتي عشان ما اكلش. هو حاطط بالون. القولون العصبي مشكله كبيره بيعاني منها ناس مش قليله. اولا ليه الموضوع القولون العصبي منتشر، وبعد كده انا اتعامل ازاي لما اعرف واتاكد من الدكتور ان انا عندي قولون عصبي، اعيش معاه ازاي؟ برافو عليك، ده سؤال جميل جدا جدا جدا. القولون العصبي جزء من شخصيتك.
يعني هقول لك المثل اللي انا بقوله لعيان. لقيت عربيه اخر موديل تحفه ومتدغدغه، العيب في المصنع ولا في السواق؟ السواق. يقول لي في السواق طبعا. اقول له برافو عليك، اذا السواق حمار اللي دغدغ عربيه زي دي. اقول له مين اللي سايق مين، الجهاز الهضمي اللي سايق المخ ولا المخ اللي سايق الجهاز الهضمي؟ يقول لي لا، المخ اللي سايق الجهاز الهضمي. اقول له برافو عليك. وعندما يكون السواق حمار هيبوظ الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي مظلوم، مظلوم في القولون العصبي، هو مش بس قولون، والمريء ممكن يتقلص و و. فاقول له ايه، انت عايز تخف ولا عايز تعيش كده؟ تعيش كده مش هتموت. يبقى لا هتخف ولا هتموت، عايز تخف ده يتغير. ولذلك في دكاتره كتير توجه علاجها تجاه القولون غلط. ده ازاي؟ توتر. توتر. طب في ناس حياتها كده، يعني في ناس في شغلانات فيها توتر. انا بقعد اكلمه والله العظيم بياخد من وقتي وقت طويل جدا. اقول له هقول لك حاجه، تلاقي راجل عنده كل حاجه، كل حاجه ومتوتر. اقول له ابليس اطرد من الجنه ولا لا؟ يقول لي اه طبعا اطرد من الجنه باللهجه دي. اقول له ليه؟ يقول لي عشان عصى ربنا. اقول له لا، عشان ما سجدش لابوك سيدنا ادم. ربنا قال لابليس اسجد له. قال له لا، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينة؟ فطرد من الجنة. وهو خارج من الجنة كان سعيد ولا حزين؟ حزين. حزين. قال له ربنا إيه؟ العيان يقول لي، قال له لأغوينهم أجمعين. أقول له ما غواش كتير. كم واحد قتل؟ كم واحد سرق؟ كم واحد زنى؟ مش كتير. إنما قال له ربنا كلمة أشد من كده، أنت من أتباع إبليس فيها. يقول لي ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. مش هخلي حد يشكرها. وربنا في سبحانه وتعالى في القران قال ايه؟ اعملوا ال داوود شكر وقليل من عبادي الشكور. لو الواحد الشكر لا حس بنعمه ربنا عليه عمره ما يجيله توتر. ولئن شكرتم لازيدنكم. عمره ما يجيله توتر. توتر بيجي من الطموح العالي قوي. يعني هو في وضع معين، زوجة وأولاد وعربية وبيت وبياكل، لكن هو مش عاجبه. يبدأ التوتر بقى ويتقول لي قولون عصبي. لا يا حبيبي، قولون إيه ده؟ ده لما ده يتصلح هتتصلح. طب في موضوع الأكل حضرتك قلت إنه، وقلت لي دلوقتي كمان، اللي بيخرج من الأرض مفيد واللي بيمشي عليها خطر. صح. يعني فأنا عاوز أركز على النقطة دي. هل يعني حضرتك بتقول إن إحنا نكتر قوي فيما خرج من الأرض؟ يعني إحنا طبق سلطة نبقى نباتيين يعني؟ لا مش للدرجة دي. هناكل حتة لحمة بس ما يبقاش أكلي إن أنا أكلت 2 كيلو لحمة على الغداء مثلا، أو رحت للكبابجي أكلت له كيلو. لا، أنا أكل سلطة وفاكهة الأول وشوية رز صغير أو ربع رغيف كده، ويخلي اللحمة أو الفراخ أو السمك للآخر. الإنسان الطبيعي اللي ما عندوش أمراض مزمنة، المواطن العادي الطبيعي خالص، المفروض أكله يبقى عامل إزاي؟ يعني يفطر إيه ويتغدى إيه ويتعشى إيه؟ الإنسان الطبيعي العادي ريحة أكل. ريحة أكل بمعنى؟ مش بعش. حذاري من الشبع. إحنا إنجي بنسبع بطريقتين، أنا قلتها قبل كده بس ركز على الطريقة الثانية. هو في عصب في المعدة بيطلع لمركز في المخ اسمه مركز الشبع. المعدة تكبر 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 تكبر، أول ما تبقى بحجم معين العصب ده يشتغل، يقول له بس كفاية كده. أنت خلاص اتمليت. ده امتلاء. الطريقة الثانية للشبع، أكلت وصبرت شوية، فالأكل هينزل في الأمعاء يخش في الدم يطلع لمركز الشبع، يقول له بس كفاية. ده يقول لك مطرح ما يسري يمري. كده ده بيسري يمري. فاحنا نستخدم الطريقه الثانيه في الشبع. مش الاولى. الاولى شعور امتلاء. وده خطير جدا، لان محسوبه انه خد 10 اضعاف اللي هو محتاجه. خلي بالك من الرقم، واخد 10 اضعاف اللي محتاجه. ما يزعلش بقى لما يجيله ضغط وكوليسترول وشريان تاجي وسكر ودهون على الكبد، ما يزعلش. طيب اكل ريحه الاكل، يعني اكل ريحة أكل. مشبعش. يعني دايما مشبعش. ده حاجه. بعد كده
مش كل يوم نعمل الاكل التراديشنال العادي، الخضار والرز واللحم، مش كل يوم. يعني في حديث للسيدة عائشة جميل جدا جدا، يا ريت كل واحد ياخد باله منه. بتقول: كان يمر علينا ثلاثة أهلة، تشوف الهلال ثلاث مرات يعني شهرين، لا يوقد في بيت رسول الله النار. يعني الاكل اللي هو الرو اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الرو، اللي تاخد اللي هو ملح وميه وبس. تخيلي شهرين اللي هو اكل مش مطبوخ، اكل عادي. الاكل العادي اللي هو كل يوم ده خطر جدا جدا فعلا. نفوت يومين. والرجاله بقى لو روحت ولقيت مراتاتها بتقول له تطلقهم، خد تمرايه وشويه لبن، هيقول لك امشي روحي بيت امك على طول. يعني بيت ابوكي او بيت ابوكي، اي حاجه. ما هي ما علمتهاش الطف. لا هو حضرتك بيبقى يعني مفهوم، يعني الاكل في حياتنا احنا مدينه حجم كبير جدا، هو ما يجيبش كده. حتى اما اجي اقول لك ايه، انا عزمك يا انجي تتعشي معايا، العيد كحك، العيد الكبير هناكل لحم ضاني يا اولاد، عيد ميلادي تورته، احنا الاحتفالات والخروجات كلها اكل. يا يعني هنفطر مع بعض، يا هنتغدى يا هنتعشى، يا عيد ميلادي خلي بلاش كده اضحك. تعال اشرب معايا شاي. ما هو لو انا قلت لحد تعال اشرب معايا شاي هيقول عليا بخيله. والله البخيل ارحم ما انا موته. اقول له انا موافقه بس مش عاوز اموتك. يعني الحل ان احنا ما نشبعش. حذاري يا اخوانا يلي سامعيني من الشبع، وما ناكلش كل يوم الميل اللي هي الوجبه، اللحمه إن والخضار وكده. نفوت افوت وجبات، اللي هو مش افوت ما اكلش، يعني اكل زبدياه مثلا مع تمرايه مثلا، موزايه مثلا مع زبادي. زبادي بعسل نحل، ده جميل جدا. طب وبالليل؟ في ناس بالليل بتجوع، وخصوصا للناس بتشتاق. يعني انا مثلا بخلص شغل بالليل، تعود بخلص شغل بالليل ببقى عايزه يعني اكل بقى خروف بقى بعدها. لا يعني اول ما تروحي كلي فاكهه، كلي طبق فاكهه محترم وشويه سلطه، هتلاقي نفسك بقيتي عاديه جدا جدا جدا، وهتعيشي بصحه هايله. اقول لك حاجه، لما نقطع تفاحه نصين ونسيبها ساعتين بتغمق. برافو عليك، بتسود. بتأكسد تقريبا. برافو عليك، برافو عليك. سقطة تلتة طيب قلتها. بتسود. ليه؟ اتأكسدت تمام وباظت، ما اقدرش اكلها. طب ما انا اتأكسد. انا كإنسان بتأكسد برضو. جسمي يتأكسد ويسود واموت. لما ايه؟ لما الاكسجين يخش في جسمي يأكسد جسمي زي ما عمل في التفاح. طب والاكسجين ازاي بيدخل الجسم؟ من الهواء، من الرئه يعني. خلاص. فسبحان الله، سبحان الله. ربنا خلق في جسمنا حاجه اسمها مواد مضاده للاكسده، انتي اوكسيدنتس في الخضار والفاكهه. مش احنا بنعاني من التلوث وما فيش، والاكسجين هيموتنا. الاكسجين قاتل، خلي بالك. الاكسجين قاتل كمان. الاكسجين قاتل، لانه هتاكسد لو دخل جسمي. فربنا خالق في جسمي مواد مضاده للاكسده. موجوده فين؟ الفاكهه والخضار. لا موجوده في اللحمه ولا في الرز ولا في المكرونه ولا في اللي احنا بنحبه ده كله. بس الخضار مش هسبكه بقى واحط السمنه البلدي. لا لا بقى خضار سلطه وفاكهه. اول ما تخشي بيتك يكون الطبقين دول معمولين. هاخد برتقانه وهاخد طماطم بخيار بخص اللي انت عايزاه، وانا افكر في الاكل بقى. حاجه من مضادات الاكسده يقول لك انا هعمل ديتوكس، يعني هعمل اخرج السموم من جسمي. في اماكن شهيره على مستوى العالم وفي اماكن برضو في مصر. بلاش نتكلم في الموضوع ده عشان هزعل ناس كتير قوي والله. طب ما يعني بس قول لنا اي حاجه هزعل ناس. مفيش داعي للكلام، مفيش داعي للديتوكس خالص فعلا. خالص. الحقيقه انا جربته، يعني الحقيقه يعني بقول لحضرتك بصراحه تجربتي كانت رائعه. يعني انا جربته، سافرت لاحدى الدول الاسيويه وعملت الديتوكس ده. الحقيقه فرق في كل حاجه، يعني حسيت بعدها حتى اللي ما عرفوش ان انا عملت كده كان في ناس واخده بالها انه في اختلاف حتى في الانرجي بتاعتي. اختلف كله تحت بند مواد مضاده للاكسده. بس هو بيزودها قوي. احنا بناكل خضار وسلطه هنقول جرعه معينه، هو اداكي جرعه اكبر. بس فبان عليك ان المواد المضاده للاكسده دي حياتنا، دي حياتنا. ولذلك في ناس بتتاذي جدا 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 انها تنسى الخضار والسلطه.
تنسى. ما ينفعش نعيش من غير خضار وسلطة بتاتا. هو طبعا الكميات كويسة في جسمنا اللي ربنا عاملها بس بتخلص. يعني مثال اللي جاله أي مرض جلطة في القلب يلهلك المواد المضادة للأكسدة يبقى محتاج زيادة. عشان كده بقت موجودة ده كدواء. المواد المضادة للأكسدة بقت دواء. من أشهر المواد المضادة للأكسدة فيتامين سي. فيتامين سي ده مواد مضادة للأكسدة. يعني المفروض أنا كإنسان عادي أخد كل يوم حبات فيتامين سي؟ ما ناكل تفاحة. ما ناخد كوباية ليمون. يستفندي. بلاش بلاش الأدوية خالص. نلجأ يعني للأدوية أولا دكتور كاتبها وعند الحاجة. بلاش بدون داعي. بمناسبة عيد الحب بكرة كل سنة وحضرتك طيب. 14 فبراير. طيب. الشوكولاتة بقى هدايا بقى غير الدباديب أشهر هدايا. خلينا دباديب بلاش شوكولاتة. خلينا في الدباديب بلاش الشوكولاتة. في ناس بتقول اللي هي الدارك دي مفيدة بالعكس وإنها كويسة. هل ده صح ولا لا؟ لا لا كل الكلام ده برضه مصانع الشوكولاتة. الشوكولاتة اللي بتعمل ده. أنا هقول لحضرتك حاجة. أنا بقى مدمنة شوكولاتة. طب أعمل إيه؟ اللي عنده يعني سمنة بيروح يبص الشوكولاته بتتعمل ازاي. ده كتل زبده ويتحط عليها كاكاو وتفضل يلفوها كده. شفتها في المانيا. والله من ساعه ما شفتها وانا بخاف الشوكولاته. بخاف من زبده. قاعدين يدوروها وبتاع والاخر تطلع لي شوكولاته حلوه جدا. لا اللي عنده سمنه حرك كل شوكولاته ما عندكيش مشكله. لان وزنك طبيعي. انما الواحد مثلا تلاقيه انا كان عندي واحد النهارده في عيادتي وزنه 203 كيلو. 203 كيلو وهو بيكشف قال لي اصل انا دكتور راح مطلع شوكولاته ياكلها. قلت له يا راجل انت مش حاسس انت في مصيبه. انت في مصيبه مش داري بيها. طلع شوكولاته بياكلها حتى الدارك. حتى الدارك دارك مش دارك وكلها زبده بس مختلفه في كميه السكريات. امال ليه بتحسسنا بانها بترفع روحنا المعنويه وبتحسسنا بالسعاده؟ لان الشوكولاته كده انتي ديبريسنت ضد الاكتئاب. يعني الشوكولاته الموز في حاجات كده الماده اللي في الشوكولاته اللي هي كاكاو دي دي ضد الاكتئاب. فدي بتخلي المود عالي جدا يعني. بس ما بقاش فيل عشان ابقى مش مكتئب. لا اكتئب احسن. ما انت هتكتئب من الوزن وهتكتئب من العيا عشان وزنك هيزيد. طيب القلب هذا العضو بما اننا بنتكلم بقى عن عيد الحب بقى هذا العضو اللي في الجسم اللي يعني ايه شايل كتير. وحضرتك المره اللي فاتت لما سالتك قلت لك هل فعلا ممكن حاجه اسمها كسر لي قلبي؟ قلت لي طبعا القلب ممكن يتكسر. كيف اتعامل مع عضو من اهم اعضاء الجسم؟ احافظ على صحه قلبي ازاي؟ انت قصدك القلب ولا الفؤاد؟ هو الفؤاد ده اعلى من القلب انا عارفه مش كده؟ والله مش الفؤاد ده الاحساس ان السمع والبصر والفؤاده. بصي انا قاعد دي دوختني لحد من سنتين كنت في عرفه. جالي الحل. ده الاثنين في ايه واحده. وكان فؤاد ام موسى فارغا لولا ان ربطنا على قلبه. الاثنين في ايه واحده. قعدت انا محتار جدا ما الفرق بين القلب والفؤاد. ام كلثوم قالتها يا فؤادي لا تسل اين الهوى كان صرحا في خيالي فهوى. فلقيت الايه اللي حضرتك قلتيها دي ان السمع ما قالش ان الاذن. السمع الحاسه ما قالش ان الاذن الحاسه مش العضو. والبصر ما قالش ان العين. والفؤاد ما قالش ان القلب. ده الاحساس. الفؤاد هو احساس القلب. فاحنا نتكلم على قلب وليس على فؤاد. طب ما نتكلم على القلب والفؤاد بمناسبة عيد الحب. القلب الأول. القلب عندنا مشاكله أكبر مشاكل فيه ثلاثة. مشاكل الصمامات، مشاكل العضلة، مشاكل الشرايين. دول أكبر ثلاث مشاكل عندنا بنتعامل معهم في القلب بخلاف الغلاف. غلاف القلب اللي هو التامور اللي بره ده له أمراض لوحده ما نرجعوا بيه. إنما أنا عندي ثلاثة مهمين كده. الصمامات أنا عندي صمام بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر اسمه الصمام النترالي. عندي صمام بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن اسمه الثلاثي. عندي صمام بين البطين الأيمن والشريان الرئوي اسمه الصمام الرئوي. عندي شريان بين صمام بين البطين الأيسر والأورطة اسمه الصمام الأورطي. يبوسوا من إيه؟ برافو عليكي. برافو. من إيه؟ هنقول الاحتمالات. كل صمام ثلاث احتمالات. يا يبوظ خالص يبقى حاجه اسمها ارتجاع، يا يضيق
يبقى حاجة اسمها ضيق يضيق ويرتجع في نفس الوقت. واحد يقول لي ايه ده؟ انت بتقول اي كلام؟ تضحك علينا؟ يعني طويل بس قصير؟ يعني ايه ضيق بس 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 في ارتجاع؟ يعني ايه واسع وضيق؟ اقول له انا في اوضة، باب الاوضة ضيق، يبقى وانا داخل متضايق عايز ادخل كرسي مش عارف لانه ضيق وملهاش باب ما بيقفلش، يبقى لما اخش هفضل ايه؟ كان الاوضه مفتوحه. ده اللي هو الدبل يعني. فعندنا 12 احتمال، لان عندي اربع صمامات تلات. في ثلاث احتمالات ب 12، دول اهم الامراض اللي احنا بنشوفها. يجي جنبهم الامراض الخلقيه زي ثقب في بين البطينين، ثقب بين الاذينين جنبهم، لكن دول الاساس. الحمد لله وبفضل الله ان الجراحه اتقدمت. الصمام بايظ شيله ارميه في الزباله وحط صمام بداله بالسهوله دي. والله والله بالسهوله دي، ويشتغل زي الطبيعي. اكيد مش زي اللي ربنا عامله بس هيعيش. ده احنا لو جبنا عربيه الماني مثلا وجبنا قطع غيار ليها مصري شلنا خرطوم المياه بس مش هشتغل عربيه. مش زي اللي ربنا عامله بس انا عايزه يعيش. واحد بينهج مش عارف يمشي وبيدوخ وانا رجعته كما كان، بس هتاخد كذا دواء عشان كذا. يبقى الصمامات مرض مهم جدا في القلب. هل لازلنا بنشوفه؟ السؤال اللي انت سالتيه السبب. السبب الحمى الروماتيزمية. الحمى الروماتيزمية بتبوظ الصمامات، ولكنها دلوقتي قلت قوي قوي. يعني دلوقتي نادرا لما نشوف ليه؟ الوعي زاد جدا والناس ما بقتش يجي لها لوى زي زمان وكده، فبقت الصمامات كده. العيوب الخلقية سهلة، عندي ثقب اقفله، عندي اعمله. في عيوب خلقية ملهاش حل، خلاص هعيش معاها بقى كده او جاز ما يعيش. تمام. العضلة مهمة جدا جدا، لان فشل عضلة القلب اسمه هبوط عضلة القلب. ده مشكلة كبيرة وعايز علاج وعايز راحه وعايز قله ملح وحاجات كتيره جدا. وده الاكل مع ايه بقى؟ ايا كان من الحالات ال 12؟ لا، بنديله سعرات حراريه قليله جدا اللي عنده هبوط عضله القلب، وملح ممنوع بتاتا. ممنوع الملح بتاتا. طب الملح اللي هو اللي بيقول لك الهيمالاين ده، والملح البينك او لا، في صوديوم. الصوديوم برضه هو اقل بس في صوديوم. وشرايين القلب دي بقى قصه حدث ولا حرج. اللي هو الذبحه الصدريه وما ينتج عنها من انسداد في الشريان وجلطه في القلب وكلام. اللي عايز يحافظ على قلبه ما ياكلش كتير ويلعب رياضه ويكشف على قلبه. لا يكون في حاجه هو مش عارف. يعني جايز عندي ثقب بين الاذينين وانا ما اعرفش، بنهك شويه مش مشكله. اصلا اللي مش قادر يروح الجيم ويلعب رياضه ما بقتش فت يمشي مثلا، يكشف. لو كشف على قلبه والدكتور قال له قلبك زي الفل ما يشبعش ويلعب رياضه. اللي مش قادر يلعب رياضة يمشي. بس مشية واحد خايف المعاد يفوته. مهرول كده، هرولة في الكبار زي حلب. يعني في شوية كبير هرولة. انا مش هروح جيم. بعوم اي نعم معظم ايام السنة، لكن المشي مهم قوي 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 قوي. طيب احنا كده اتكلمنا عن القلب، انا عايز اتكلم عن الفؤاد بمناسبة انه بكرة عيد الحب. الفؤاد بقى عشان عيد الحب. القلب تشريحين في اربع غرف. اوكي، فالفؤاد ممكن هو ممكن يحب اربعه يعني القلب يعني كل واحده موجوده في غرفتها عادي. يعني حاجه انت بتطلعي مواضيع اصل هو في اربع غرف يعني. انا ما انا قلت لك بقى سقطه كل واحد كل واحده غرفه. بص حضرتك، القانون مش عيب، اللي ربنا حطه مش عيب. استخدامه هو اللي أسيء إليه. يعني واحد بيقول لي هل تعدد الزوجات حرام؟ رجل محترم جدا. هو متجوز أربعة. قلت له لا مش حرام، بس الظلم حرام. بس الأصل عدم التعدد. لا، الظلم حرام. قلت له أيوة التعدد مش حرام، لكن التعدد ده ذكر مرة في القرآن، لكن الظلم يعني خفتم ألا تعدلوا. لا، والظلم، أنت إذا كنت بتتجوز لبناء أسرة على عيني وراسي، إنما بتتجوز لشهوة
اسف اسف، انت اتجوزت واحده وبعدين رحت متجوز عليها واحده، اهنت دي او ظلمتها؟ ظلمتها. فالظلم اشد الف مره من التصريح. هو ربنا صرح باربعه جايز في ظروف معينه. ما يدريكي يا انجي نسبه الرجاله للستات هتبقى كام بعد 100 سنه؟ ما جايز الرجاله تبقى قليله والستات كتيره زي السويد. السويد كده دلوقتي. وفي هذه الحاله مش هيبقى في حل للبقاء على البشر غير التعدد. انما مش دلوقتي، بس هي قوانينهم هناك ما بتسمحش، ربنا حطها كده. ما نعرفش هنستخدمها امتى. ما نعرفش امتى هنستخدم هذا القانون، قانون التعدد. محمد منير قال لك انا قلبي مساكن شعبيه، يعني ممكن الاربع غرف كل غرفه فيها كتير، فيها كمان خمسه، فيها شويه حلوين. وده اللي بنشوفه احيانا في بعض الاحيان. انا اللي بشوفه في حياتي للتعدد امثله مخزيه. مخزيه. واسال واحد مراته ما بتخلفش وملهاش حد، ولو طلقها هتتبهدل، ممكن يتجوز بموافقتها. هيتجوز وهيقول لها انا بتجوز عشان عايز عيال. انما حضرتك دي ظاهره خطيره جدا. جاله قرشين خلاص، اول حاجه يعملها اول ما ربنا يفتحها عليها. الثانيه والثالثه والرابعه. انا مسكت واحد بس مش عايز اقول هو مين. قلت له انت ازاي عايش بينا؟ لا بص الفجر واخد اربع شقق فوق بعض. حاجه متولي مش فاتحهم على بعض. اربع طيب؟ شقق لا فوق بعض. الدور الاول فلانه، الثاني فلانه، الثالث. قلت له ازاي تهين الناس دي كده؟ قال لا مش مهانين ولا حاجه. قلت له مش كل واحده واخده. كل يوم القيامه هتعرف انت اهنت ولا لا. مش دلوقتي. يوم القيامه. الحاجه متولي. تعدد الزوجات قد يكون لهدف ليتر اون بعدين. النسبة هتختل بين الرجال والسيدات، يبقى 4-1. الحالة النفسية فعلا ممكن تأثر على القلب. طبعا طبعا. يا ما شفنا ناس مثلا زوجته توفت وهو مات بعدها. توفى بعدها، كان بيحبها جدا جدا. أو الأب أو الأم بتبقى أو حصلت. يعني عندي اللي حصلت واحدة ابنها كان ارتكب جريمة ودخل السجن، ماتت. ماتت. ما تقولي ليش دي ماتت عادي، لا، لانها ماتت بعد دخول ابنها في السجن بثلاث ايام. اتكسر قلبها. يعني بتحصل ازمات، او تقدري تقولي كلمه اظرف، هي كانت مستوره. يعني في مرض بس مستوره. اي مصيبه بتفضح المرض. وممكن الفرحه الزياده توقف القلب. بس يعني مش قوي، يعني مش قوي يعني. ربنا يفرح الناس. يا رب يا رب. فشل عمليه القلب المفتوح هل هي نهايه المطاف بالنسبه للي بيعانوا من ضيق الشرايين؟ بس ما حدش يخاف منها. يعني لما اقول لواحد انت محتاج قلب مفتوح ما يخافش. ما يخافش خالص. عندنا ما شاء الله ما شاء الله جراحين قمة المهارة. في هذه العملية بتتعمل، كانت زمان في 6 ساعات، دلوقتي ساعة ونص. ساعة ونص يكون فتح ووصل وقفل. ما حدش خايف، بس عايز متابعة بعد القلب المفتوح ويحافظ بقى. يعني كان مدخن يبطل، عيب. إن كان أكول يبطل، إن كان انفعالي بطل، وكل دي مهمة الدكتور. طب حضرتك قلت إنه لو وصلت لسن 70 ومحتاج عملية قلب مفتوح يعملها وأنت مطمن، يعني إيه؟ يعني الفرق بين الدكتور والحكيم. لو واحد 85 مش هعمله. هقول له كمل حياتك. 70 صغير. 70 سن صغير، كان زمان كبير. كل واحد يا إنجي له عمرين. ركزي كويس في اللي جاي. كل واحد عمره في شهاده الميلاد، في البطاقه. والعمر الطبي. انا اكشف عليكي اقول لك انت لا، انت سنك 18 سنه. ما بتشوفيش واحد سنه 80 سنه يتجوز؟ هو صح. مش 80. هو 55. فكل واحد له عمرين. فاحنا بنقيم العيان الاول، هل حالته حلوه؟ دي يعني سنه صغير. حالته مش حلوه يعني سنه كبير. يعني مثلا مريض يبقى عندي 40 سنه ما اقدرش ادخل له عمليات. ليه؟ لان هو مش 40، هو 85. هو العمر الحقيقي اللي مش مستشفى ال 40. لكن عمره الطبي عندي للدرجه دي. ممكن حد يبقى عنده 40 سنه طبعاً. ويبقى حالته الطبيه بتقول انه 85. انت ما تمشيش في الشارع تلاقي واحد ماسك عصايه وماشي وانت تعلمي ان سنه 40 سنه.
مش قادر يمشي. تصوري ده ذكر في القرآن. تخيلي والله سيدنا موسى لما جات له اللي هيجوزها بتقول له وأبونا شيخ كبير. قالت عمرين اهو شيخ كبير يعني عمري شيخ في اللغة العربية يعني 40 سنة، كبير يعني معدي 40. احنا بنشوف احيانا في الدفعات الواحده مثلا ناس مثلا خريجه مثلا كليه زراعه نفس الدفعه مثلا 95 كبير جدا ويكونوا كلهم مثلا قاعدين مع بعض مثلا في اللي هي احتفالات بتعملها الدفعات تلاقي كانهم مثلا في واحده وبنتها يعني هما الاثنين دفعه واحده. بلاحظ الحاجات دي احيانا يعني انه دفعه واحده بس في فرق كبير. له عمرين العمر البطاقه وعمر بيولوجي عمر طبي. انت احافظ ازاي على عمري البيولوجي او اخليني كمان اصغر ازاي؟ الاكل وقله التدخين ما تدخنيش وعدم الانفعال. الاكل الصح وعدم الانفعال يعني ارضي في يعني زمان الرضا. كنا الرضا دي كلمه مهمه. الرضا والامتنان والشكر ده حاجات مهمه جدا. في زمان كنا يعني ايه في القصص الخياليه كده وفي قصص الف ليله وليله نسمع عن حاجه اسمها اكسير الشباب انه يعني مش عارفه ايه وراح فين ولقى اكسير الشباب الملك ده وعمل ما اعرفش يعني في هذه القصص الخياليه. لما تلاقيه بتبعتيه لي عشان عايز انا عايزه كمان انا عايزه بس الوصفة حضرتك لاكسير الشباب ايه الوصفه السحريه اللي تخلينا شباب على طول الرضا والله تخليك عمرك كله شاب والله الرضا ده في ناس ما جربتوش في ناس بقول لك عنده كل حاجه ولا تجد اكثرهم شاكرين. طب انت عايز ايه؟ عنده صحه انا عييت اسبوعين عرفت يعني ايه عيا عرفت يعني ايه صحه عرفت يعني ايه صحه ان ده يعني ربنا مديكي نعمه جباره بس الناس مش مقدره. يعني ايه قلب سليم؟ دي نعمة كبيرة إلا من أتى ربه بقلب سليم. قال لي ده أنا كنت في نعمة ومش داري. قلت له إيه؟ قال لي أتقلب. أتقلب في السرير. هو جاله مرض في العمود الفقري فلازم ينام كده. مش عارف ممنوع يتقلب. كان هيتهبل. قال لي كنت هتجنن هصرخ. شوفي نعمة يتقلب. ده أنت بتتقلب وبتجري وبتاكل وبتشرب ومع ربنا قال ايه؟ وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. طب ليه ما قالش نعم الله؟ هي نعمه كبيره فيها نعم كثيره. يعني خدي نعمه واحده. نعمه واحده منهم كفايه عليا. لا يا ريت. نعمه واحده. نعمه البصر. قريتي كم كتاب؟ شفتي كم بني ادم؟ اتعلمتي نعمه الله لا تحصوها. طب انت استفدت من نعمه السمع. سمعتي كم واحد وكده؟ فالنعم كتيرة جدا. كل نعمة واحدة بالظبط. كل نعمة واحدة فيها نعم كتيرة اللي جدا. اللي جالهم كورونا وفقدوا حاسة الشم فهموا يعني ايه اهميتها. اتجننوا. يقول لك باكل مش مستطعم. مش مستطعم ومش شامم. اديك الرومي زي الطعمية. يعني حضرتك ليه ضد الطعمية؟ الطعمية حلوة. ليه؟ سمعت انك ضد الطعمية انت اللي جبت السيرة. لا والله ما ضدها. والله مش ضدها. نبات. انا بس بتتقلي. ماله في زيت. ولا هيعملوا الطعميه في سمن بلدي؟ لا ما في ناس بتشويها دلوقتي سمن بلدي؟ لا ما هو الزيت القليه برضو ما هو يعني ما يتغليش كتير يعني بس ده بيبقى اسود احيانا. اكله حلوه جدا 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 يعني اكله مفيده بس اقليها في بيتي بزيت نظيف وكده. بزيت نظيف وكده وخلاص. مش عارفه اقول لحضرتك ايه. دايما يعني بستمتع بلقائي مع حضرتك وبستفيد. ولكن سؤال اخير زمايلي بيقولوا لي في حد بيتكلم في الكنترول مش لاحقين ندخل مكالمات علشان انا جمعت الاسئله كده كده اللي جات لنا من اول ما احنا حطينا على السوشيال ميديا ان حضرتك عندنا فجمعت الاسئله وقلت معظمها. بس في سؤال بيقولوا لي عن السكته الدماغيه. نشيل الاجهزه عن العيان ولا نسيبها؟ ده السؤال لسه جاي لنا دلوقتي. عندك وقت سريعا؟ دقيقه. عندي دقيقه. قضية لم تحل في مصر. في مصر. الموت الرحيم اللي هو بيقول لا حتى مش موت الرحيم. واحد انا بقول عنده موت جذع مخ. انا بقول كده. ده مات. لكن هو لا زال على جهاز تنفس صناعي. اطفيه ولا لا؟ ما حدش قال لنا. لازم ثلاثة يقعدوا مع بعض. الازهر
والنيابة العامة والأطباء عشان ياخدوا قرار. أنا ما أقدرش أطفي الجهاز لوحدي. لازم رجل الدين يقول لي أنت ما غلطتش، ورجل القانون يقول لي ما تخش السجن. أنت قتلت واحد، كان في واحد عندي في الرعاية المركزة 82 سنة وموت جذع مخ، تمام؟ ابنه فتوة يقول لي أنا ابنه بقول لك اطفي الجهاز. قلت له أولا ما زعقش، أنت في مكان محترم يعني. ثانيا الجهاز ده زي الأباجورة، له كوبس، هشاور لك على الكوبس وروح شيله وأنا هعمل نفسي مش شايفك. أنت عايزني أموت أبويا؟ قلت له حاجة غريبة، أموته أنا يعني؟ أمال أنا اللي موته؟ لازم ثلاثة يقعدوا سوا، الأزهر يدينا تصريح، والنيابة، والنيابة والأطباء ودكاترة. هتقولي لي الخطأ وارد؟ نيفر. العيان الغيبوبة غير موت جذع المخ. وبعدين أنا عملت في القصر العيني حاجة جميلة جدا عندي في العناية المركزة، لو عايز أشخص موت جذع مخ خمسة سينيور، لازم الخمسة يقولوا كده فوق المعاش، يخش كل واحد لوحده ويكتب تقرير، إذا الخمسة زي بعض خلاص يبقى انا عايز الازهر يقول لي اوكي، والنائب العام يقول لي مش هسجنك انك قتلت نفس بغير حق، لان هو ميت. فالسكته الدماغيه او موت جذع المخ قضيه لم تحل. السعوديه حلتها ازاي؟ بتطفي الجهاز. امريكا حلتها بتطفي الجهاز برضو. فرنسا حلتها بتطفي الجهاز. مصر ما حدش، انا ما اقدرش اعملها لوحدي، لا يمكن اعملها لوحدي. هو قرار صعب. الرجل من رجال الازهر الكبار جدا يقول لي هذا حلال، بس هو ما بيبقاش. انا هشرح له الوضع بالظبط ايه الطبي، يوم يقول لي لا خلاص ما دام ده ميت كده. كنا عملنا اجتماع في مكتب النائب العام من 20 سنه كان المستشار رجاء العربي، وكان الشيخ طنطاوي رحمه الله عليه هو شيخ الازهر، وانا كنت موجود. شيخ الازهر رفض. قلت له ليه يا مولانا؟ قال لي انت ده موت جذع مخ النهارده، اورث اورث الورثه خلاص ده مات. طب بلاش فتره العده تحسب من امتى؟ من ساعه ما انت قلت مات ولا ساعه ما اتدفن؟ فعجزت عن اجاوبه. قلت له ما شاء الله عليك، سالت سؤالين ما لهمش حل. صعب جدا. يعني رجل مات في 1 يناير، انا قلت ده موت جذع مخ واتدفن في اغسطس. طب فتره العده من يناير ولا من اغسطس؟ اسئله لا اجابه لها. لا عايزه اجتماع وعايزه مؤتمر وعايزه ناس تتكلم، ونتكلم كلام علمي. نحاول نعمل ده الحلقه الجايه، نحاول موت جذع مخ. هاتي معايا يا شيخ. خلاص اتفقنا 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 نعمل ده الشيخ يكون طبعا. اكيد طبعا، يعني معانا قيمه زي حضرتك اكيد، يعني رجل دين، رجل علم ودين. واحنا نتكلم فيه، انا اكلمه كويس جدا، ولو رجل قانون معانا كمان تبقى هايله. يبقى هايله. خلاص احنا ان شاء الله هنحاول نعمل الجلسه دي، رجل دين ورجل قانون وحضرتك، ونشوف بقى الحل في الموضوع ده، ربما نجد حل. وانا جايب معايا حد كمان. خلاص موافقين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام وافي الجابر للقلوب، شكرا جزيلا لحضرتك. الله يحفظك. ختام بقى، يعني كل حلقه بقولها لحضراتكم انه ان شاء الله بكره لقاء جديد. الحقيقه ختام النهارده مش عارفه اقول بكره لقاء جديد، لانه دايما لقاءاتنا مع دكتور حسام بكره او بعد او بعده بتبقى جديده، ودايما بيكون فيها اضافات مهمه، ودايما بنكتشف حقائق جديده، ودايما بنلاقي نصايح مفيده جدا. وده الطبيعي لما بنكون معانا حد بيغوص معانا في بحر غني بكنوز العلم والمعرفه، وده كل اللي بنعمله في كل حلقة مع دكتور حسام، ان احنا بنحاول ان احنا يعني ناخد من هذه الكنوز على قد ما نقدر في حدود الوقت المتاح، على امل دايما ان احنا نكمل رحلتنا في عالم الدكتور حسام وافي في حلقات جاية من مصر الجديدة ان شاء الله. باذن الله هنحاول نظبط هذه الجلسة في المستقبل القريب، وان شاء الله ربما نجد حلا لهذه المعضلة ان شاء الله. بكرة معاكم في مصر جديدة.